حتى وإن اختلفت الجنسيات والبلدان التي قدموا منها، إلا أنهم اتفقوا على وجهة واحدة لقضاء عطلة آخر السنة، وهي منطقة التصل ناجر. Thank you for your شكرا لهذا hospitality and your الاستقبال kind الرائع في welcome. هذا Like البلد this country الجميل very much. بمناظره التي It's قل especially مثيلها في العالم. And we had a good swim in. On est très content de venir en Algérie, de la découvrir. نحن سعداء جدا لزيارة الجزائر واكتشافها. انتظرنا هذه المناسبة كثيرا. لقد سحرنا بجمال الطبيعة هنا واستقبال الجزائريين لنا. مواقع أثرية ومناظر طبيعية تترجم تاريخا عريقا يفتح شهية السياح من مختلف بقاع العالم لزيارته واكتشافه عن قرب. بلد جميل جدا ومضياف، الاستقبال كان رائعا والجو مميز. We are from Chicago. أتينا من شيكاغو لمشاهدة هذه الأماكن الصحراوية الرائعة. نريد أن نخبر كل سكان شيكاغو وأمريكا عنها وعن كرم الضيافة هنا. وإبرازا للمكنون الثقافي للمنطقة، أقيمت حفلات ورقصات فلكلورية جعلت الزائر يرقص معها دون أن يشعر. جو مضياف بأجانب، أبينا إلا نوروهم عاداتنا وتقاليدنا في مختلف الطبوع الغنائية اللي تتنوع من التند وآدلة، وإن شاء الله نتمنى لهم إقامة طيبة وتعجبهم عاداتنا وتقاليدنا والفلكلور المحلي.